غالي علي كتير، هو من العلماء الأجلاء والمتنورين. قبل ما يتوفى قال لازم استلم أنا هالصفحات باليد. ربي هيك يقدرنا على حمل الأمانة ونقدر نحافظ عليها. أمي، أمي بوس إيدك، حدا بيكون عنده هيك كنز وبيفرط فيه؟ لك الله يسامحك يا أمي، لك الناس بتدفع نص عمره لتقني هذا الأثر، لك هذا في وجاهة وسمعة لإلنا لولد الولد. هاشم، أنا أدرم منك وتصرفت باللي لقيته مناسب. الصندوق رجع لأصحابه بالحجاز، وهالسيرة بدك تشيلها نهائياً من راسك، فهمت؟